فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل التبرك بجدران الكعبة مشروع أم فقط التبرك بجزء منها؟ ونرجو بيانه بالتحديد. ما ورد أن الكعبة يتبرك بها، إنما ورد أنها يطاف بها، أنها يطاف بها ويستلم الحال الركن اليماني منها والحجر الأسود، هذا الذي ورد، يستلم الركن اليماني باليد، يمسح باليد، لأنه على قواعد إبراهيم، وقرا الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله في طوافه. وأما الركنان الشاميان فإنهما داخلان في الكعبة وليس على قواعد إبراهيم، لأنه احتطم منها الحطيم لما قصرت النفقة في قريش، وكانوا لا يبنون الكعبة إلا من مال حلال، فلما ضاق المال الذي جمعوه وكان لا يكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فإنهم احتطموا منها الحطيم الذي يقع شمال الكعبة، وبنوا ما بنوا منها، ولا تزال كذلك. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فهو ترك هذا خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة أن يقولوا إن محمدا هدم الكعبة وغير، فهو ترك هذا. هذا فيه ترك الشيء إذا كان يترتب عليه محذور أكبر درءا للفتنة. فلما جاء عهد ابن الزبير رحمه الله ورضي عنه، وكان ابن الزبير استولى على مكة وعلى العراق، فهدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين، باب من الشرق وباب من الغرب. فلما جاء عهد بني أمية على يد الحجاج بن يوسف وقتلوا ابن الزبير شهيدا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قتلوه، هدم الكعبة الحجاج، هدمها وأعادها على بناء قريش، وأخرج منها الحطيم اللي قال حجر إسماعيل، وأعادها على ما كان في عهد الجاهلية، كله مراغمة لابن الزبير. فلما جاء المنصور العباسي أبو جعفر المنصور أراد أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، فاستفتى مالكا رحمه الله الإمام مالك، قال: لا تكون الكعبة العوبة بأيدي الملوك، بقيت على ما هي عليه خوفا من الفتنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنه تركها خوفا من الفتنة، فبقيت والحمد لله، والخير في الموجود. و إذا خشي فتنة على شيء ولو كان هذا الشيء من الخير فإنه يترك درءا للفتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تقبيل الحجر الأسود ومسحه هل يعد من باب التبرك المشروع؟ من باب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو تبرك، وإنما هو من باب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، استلمه بيده الشريفة وقبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل:
هل صحيح أن الحجر الأسود هو حجر نزل من الجنة وكان لونه في الأول أبيض؟ الله أعلم ماذا يقال. الله أعلم، يقول نزل أبيض وسودته خطايا بني آدم. الله أعلم، هذا كلام لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم وضع تماثيل على هيئة العظماء والعلماء؟ وهل يجوز تعليق صورهم لبيان عظمتهم وتذكر محاسنهم؟ هذا ما حصل من قوم نوح، وتعلمون ما ترتب عليه بعد ذلك من حدوث الشرك بسببها، صور الصالحين ونصبها وتعليقها حدث الشرك في الأمة على عهد نوح عليه السلام بسبب صور الصالحين وتعظيم صور الصالحين، فلا يجوز هذا العمل. نحن نقتدي بالصالحين ونحبهم وندعو لهم، أما أننا نجعل لهم صورا فهذا لا يجوز. ما يجوز تصوير الآدميين لا الأحياء ولا الأموات، وتصوير الصلحاء والعظماء فيه شر وفيه فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تقوم بعض محلات الحلويات بصنع حلويات وكيكات، يقول، على صور تماثيل لأطفال أو لأشخاص، ثم يشتريها الناس ومصيرها إلى الأكل وعدم البقاء، هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز تصوير هذه التماثيل، لا يجوز صنع الصور، ما يجوز، لا من الحلوى ولا من غيرها. لعن الله المصورين في الحديث الصحيح، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. فلا يجوز التصوير لا للكبار ولا للصغار، ولا بالحلوى ولا بغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله وغيره أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله كعبد الكعبة وعبد العزة حاشا عبد المطلب، يقول: لماذا تم استثناء هذا الاسم بعينه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهذا يستثنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هذه العبارة صحيحة؟ إذا زارنا ضيف فاضل فنقول زارتنا البركة؟ لا، ما بركة من الله عز وجل، ما البركة من الله، ما هي من الزائر ولا من. نعم، هذه مبالغة، هذه مبالغة، تقول بارك الله فيك أو ما أشبه ذلك تدعو له، لا طيب هذا، أما زارتنا البركة، هذا البركة من الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يتمسح بالعمد يقول بالعمد التي في المسجد النبوي ويطلب البركة من الله؟ لا، شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز التمسح بأعمدة المسجد النبوي ولا بالحجرة النبوية، ما يجوز التمسح، إنما يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وأما التمسح فلا يجوز بشيء، لا في مسجد الرسول ولا في مسجد قباء، ما يتمسح بشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يستدل بقصة سليمان عليه الصلاة والسلام، يستدلون بها على جواز الاستعانة بالجن، فكيف الجواب عن ذلك؟ إذا صرت مثل سليمان، هذه معجزة خاصة بسليمان، الله هو الذي سخر له الجن، معجزة له عليه الصلاة والسلام خاصة به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الرقاة إذا قرأوا على المرضى فإنهم يخاطبون الجن الذين فيهم ويقولون له أخرج ويتكلمون معه، فما حكم ذلك؟ يعني اجتهاد منهم، إن طاعهم الجن وخرج الحمد لله، ولا هذا كلام ما فيه فائدة، يقرأ من كتاب الله وينفث على المريض ويدعو له، أما أنه يخاطب الجن
أو يضرب المريض ويقول إن الضرب يقع على الجن أو ما يجوز هذا. نعم مبالغات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم؟ ما سمعت هذا، وين موجود فيه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من كان يحضر الولائم التي تقام عند الأولياء أي عند قبورهم، هل يجب عليه كفارة إذا تاب أو مجرد التوبة كافية؟ لا، يكفي يتوب إلى الله ولا يحضر، ألا يحضر أعياد المشركين؟ قال الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد المشركين زور، ألا يجوز حضورها ولا أكل طعامها المصنوع لها، هل يهجرها ويبتعد عنها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل هذه القاعدة قاعدة صحيحة وشرعية، وهي خطأ مشهور خير من صواب مهجور؟ من قال هذا؟ الصواب، الصواب هو الخير، أما الخطأ ما في خير، الخطأ ما في خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يقول نذر علي إذا نجحت في دراستي أنني أطعم 10 مساكين، وهل يكون هذا النذر لازما؟ نعم، هذا نذر معلق، إذا نجح أنه يتصدق، والصدقة عبادة، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي لا يبدع المبتدع الذي بدعه العلماء وبدعوا منهجه وحذروا منه، الذي لا يبدعه هل يلحق به؟ نعم، الذي لا يبدعه يلحق به، لأنه ما يرى أنه على بدعة، وأن عمله ليس بدعة، وأن الناس مخطئون في الحكم عليه بالبدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والجهاد، والإيمان هو الأعمال الباطنة في القلب، هذا الأصل، وإلا يطلق الإيمان على الأعمال أيضا، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل، فالعمل داخل في الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذهاب إلى عيون المياه التي فيها مواد كبريتية فيقصدها الناس لأجل الاستشفاء، هل هذا من باب التبرك الممنوع؟ لا، هذا من باب التداوي، إذا ثبت أن ماء يفيد فلا بأس بالذهاب إليها واستعمال مائها لطلب الشفاء بذلك، لأن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل الأموات هل يسمعون من يدعوهم ويعرفونه؟ الله جل وعلا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فلا يجوز دعاء الأموات لأنهم أموات ولا يسمعون، ولو سمعوا ما يقدرون على الإجابة لأنهم عاجزون ومأسورون في قبورهم. أنت معطيك الله الحياة والقدرة والمشي والروح والجية، فكيف تذهب إلى ميت هامد نعم تزوره للدعاء له، تنفع الميت بالدعاء له والسلام عليه، أما أن تذهب إليه من أجل أن تتبرك به أو تطلب منه شيئا أو قضاء حاجة، هذا شرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول يوجد عندنا في بلدنا كثير من المشاهد، مشاهد التبرك بالمشايخ والقبور، سؤاله كيف يتم التعامل مع الذين يتبركون بالقبور والمشايخ؟
الدعوة إلى الله، بينوا للناس، أكثرهم جهال ما يدرون، بينوا لهم، ادعوهم إلى الله عز وجل، اشرحوا لهم العقيدة الصحيحة لعل الله أن يهديهم أو يهدي من يشاء منهم. هذا الذي يجب عليكم، الدعوة إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الصوفية عندنا يقولون إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام له أثر ما زال باقيا وهو المقام، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون له آثار باقية. كيف؟ وين هي؟ وين هي آثار الرسول الباقي؟ ورونا إياه. ما له آثار باقية عليه الصلاة والسلام. أما الحجر اللي قام عليه إبراهيم موجود. نعم، الله جل وعلا يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقامه أي الذي كان يقوم عليه حال بناء الكعبة، هذا موجود، لكن آثار للرسول ما هي موجودة. نعم. فضيلة الشيخ، لكن تكفينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة الرسول، تكفينا الكتاب والسنة، هذا الذي يكفينا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. نعم، هذا الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند الذهاب لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقال دعاء دخول وزيارة المقابر أو يكتفى بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام؟ إذا دخلت المسجد تقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي، افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخلت مع باب المسجد النبوي، أي باب من الأبواب، ثم تصلي ركعتين، إلا إن كان وقت صلاة الجماعة تصلي مع الجماعة. فإذا صليت مع الجماعة أو صليت ركعتين، تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وعلى صاحبيه ثم تنصرف. وإذا أردت أن تدعو، تدعو مستقبل القبلة ولا تستقبل القبر، تدعو مستقبل الكعبة، تدعو في المسجد، ما هو عند القبر، تدعو في المسجد، المسجد النبوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يقول إن الإنسان قد يكون مباركا وفيه بركة، أخذا من قول أسيد بن حضير في حديث التيمم: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يا آل أبي بكر. نعم، لأن عائشة رضي الله عنها عانى بها حصل على أيديهم خير من الدعوة إلى الله ومن مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الإنسان جنبا وأراد الاستدلال على مسألة بآية من كتاب الله، فهل يجوز للجنب أن يقرأ هذه الآية؟ لا يقرأ من القرآن وهو جنب ولا حرفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه عن القرآن إلا الجنابة، كانت الجنابة تحبس الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إنه شاب مقبل على الزواج، يقول: وتريد والدتي عمل حفل غنائي للنساء وإحضار يقول تريد والدتي عمل حفل غنائي للنساء. غذاء ولا غنى؟ غنى. غنى بالنون؟ بالنون. نعم. هذا الشكر النعمة، إذا صارت تريد شكر النعمة تعمل غذاء للناس، يعني وليمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن القطط: إنها من الطوافين عليكم والطوافات؟ يعني أنها تدخل عليكم وتخالطكم بالبيوت، والله جعلها طاهرة دفعا للمشقة.
لأنها لو كانت نجسة لشق ذلك على الناس، لأنها تلابس الناس، تدخل في البيوت وتشرب من الأواني، تأكل من الطعام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض القطط التي تسمى بالشيرازية يقوم الناس أو بعض الناس بشرائها، هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز، لا يجوز بيع الكلب ولا بيع الهر، ما يجوز بيعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعمل في شركة خاصة، وأحيانا عندما أكون في وقت فراغ وسط الدوام أقوم بقضاء شؤوني الخاصة مع بقائي في المكتب، وذلك عبر الإنترنت والهاتف، هل يجوز لي هذا؟ اللي يشغلك عن أداء العمل ما يجوز، اللي يشغلك عن أداء عملك لا يجوز، لا في المكتب ولا في غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للداعية أن يقدم برنامجا دعويا في إحدى القنوات التي تختص ببرامج اللهو ككرة القدم مثلا، لا سيما أن هذه القناة يخرج بها بعض دعاة الصوفية يقدمون فيها ما يؤيد بدعهم فيريد أن يرد عليهم هناك؟ أخشى أن يكون هذا ترويجا لها، لا تشارك فيها، لأن هذا يروجها عند الناس ويحصل لها يعني مدح، ابتعد عنها، تلقى غيرها، مجالات غيرها، والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أثناء السجود في الصلاة يقوم بعض الناس بضم يده وضم أصابعه ولا يبسطها، هل يجزئه هذا السجود؟ يجزئ هذا السجود، لكنه خلاف السنة، والكمال أنه يبسط يده على الأرض أو على المصلى، يبسطها كلها ولا يقرض منها شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك حديث صحيح ورد فيه أنه لا غيبة لفاسق؟ هذا كلام الناس، لا يجوز الغيبة، الفاسق ما دام مسلم لا يجوز اغتيابه، الفاسق مسلم والمسلم لا يجوز اغتيابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في حديث أنه في آخر الزمان يظهر القلم أو يكثر القلم، يفشو القلم، يقول: ما المراد بذلك؟ يفشو القلم، ها؟ نعم. إيه المراد بذلك؟ أن ينتشر التعليم كما تعلمون الآن، ينتشر التعليم، صار يتعلم الآن يقرأ ويكتب البزر والمرأة والكبير والصغير، بدل من أول أنه ما يكون في البلد إلا واحد أو اثنين يقرأون للناس خطاباتهم، انتشر التعليم، هذه من علامات الساعة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء وذلك عن ظهر قلب؟ لا، لا بأس قراءة القرآن عن ظهر قلب من غير وضوء، أما الجنابة لا، أما إذا كان حدث أصغر لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولكن ما تمس المصحف مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نسي صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا بعد الفجر، فمتى يصليها؟ صليها إذا تذكرها، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الانتفاع بمال شخص يعمل محاسبا في مكان تباع فيه الخمور وتباع فيه المواد الغذائية أيضا، وذلك من أجل إنشاء مشروع خيري أو عمل عمرة لوالديه؟ كيف؟ هل يجوز الانتفاع بمال شخص يعمل محاسبا في مكان تباع فيه الخمور وتباع فيه المواد الغذائية أيضا، من أجل
إنشاء مشروع خيري أو عمل عمرة لوالده. اللي يخدم الربا ويخدم بيع الخمر ما يجوز مكسبه وراتبه، لأنه في مقابل عمل حرام، فالراتب حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سبق المأموم لإمامه إذا كانت هذه المسابقة يسيرة جدا هل تبطل الصلاة؟ إذا تعمدها تبطل الصلاة، وإذا لم يتعمدها فإنه يرجع. إذا سابق إمامه وما درى يرجع، إذا درى يرجع ويصير بعد إمامه ولا يضره إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل خسر في الأسهم مبلغا كبيرا فقال: علي الطلاق، ألا أدخل إلى هذه الأسهم مرة ثانية، وهو الآن يود الدخول إليها مرة أخرى. سؤاله: هل كلمة علي الطلاق تعد من باب الحلف أو النذر أو ماذا؟ يجي للإفتاء إن شاء الله بكرة ويكتب سؤاله ويسجل ويوقع عليه ويعطى الجواب إن شاء الله. نعم، لأن الطلاق ما هو على طول تفتيبه كل مكان وكل، لا، يحتاج إلى تحفظ وإلى ضبط وإلى، نعم، يجي للإفتاء، الإفتاء مفتوح إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الوالد لا ينفق على ولده ومقصر في ذلك، هل يجوز للولد أن يأخذ من مال والده بدون علمه؟ إذا كان الولد ليس له مال ينفق على نفسه فإنه يأخذ من مال والده قدر ما يحتاج إليه، إذا كان والده يمنع الإنفاق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهل يترك القصر مباشرة من حين وصوله أم بعد 4 أيام؟ لا، إذا كان ينوي الإقامة مدة تزيد على 4 أيام من حين يصل ينتهي السفر، فلا يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان. نعم. انتهى. الله.